معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان باحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير سيد إياد العناز. مرحبا بكم أستاذ إياد. أهلا وسهلا أخي، بارك الله فيك. حياك الله وفيك ربي بارك. القوى إذن التي اجتمعت في بيت الحكيم ووقعت على ما يسمى وثيقة الكتل السياسية هي القوى الرئيسة ذاتها في العملية السياسية التي خرج المتظاهرون ضد هذه الشخوص جميعا بدون استثناء. لماذا لا تريد هذه القوى السياسية استيعاب تلك الحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. حقيقة الأمر إذا نظرنا إلى الاجتماع اللي عقد أمس في بيت الحكيم نراه أولا أعطى صورة واضحة إلى أن تيار الحكمة أصبح ليس الآن من ضمن التيار الذي أطلق على نفسه المعارضة، وإنما أصبح جزءا من الحكومة العراقية الآن أو من الوزارة التي رأسها عادل عبد المهدي. هنا أنا أتكلم عن موضوع رئيسي جدا، أن تيار الحكمة واضح أنه الآن مع بقاء الحكومة مع بقاء عادل عبد المهدي، وأصبح جزءا من المنظومة السياسية التي الآن تقود البلد بعيدا عما يسمى بالمعارضة. وبالتالي أن ما تحدثوا به وما ناقشوه هو بعيدا كثيرا عن متطلبات أو أهداف الثورة العراقية الآن التي تدور روحها في ساحة التحرير والميادين وأيضا محافظات الوسطى والجنوبية. إنها لم تحاكي متطلبات المستفيضين، لم تحاكي معاناة ومكابلة، لم ترتقي إلى الأهداف الحقيقية لذلك، وإنما صبت جميع قراراته إلى قوانين ليست لها حتى علاقة بما يطلبه أو بما تنادي به الجماهير. ما علاقة الانتفاضة بمثلا قوانين تتعلق بقوانين سياسية اقتصادية، ما تتعلق أيضا بحضور موضوع قانون الانتخابات أو تعديل الدستور، ما في حين أن الثوار الموجودين في ساحات التحرير أعلنوا عن حقيقة مطالبهم بتغيير هذه الحكومة وبتغيير الدستور. هذا كله الآن نراه ليس واقع حال كما شاهدناه في الاجتماع الذي حدث أمس. مع إصرار إذن ثورة تشرين وثوارها على إزالة العملية السياسية برمتها كما تفضلت أستاذ إياد، ولكن يعني لنناقش مقررات اجتماع بيت الحكيم، هل تعتقد أن هدفها ترسيخ نفوذ القوى السياسية الحالية أم الشروع في إصلاح مثلا وفتح باب التغيير؟ أبدا، هم سعوا إلى النقطة الأولى إلى تثبيت هذه العملية السياسية التي أصبحت تشكل عبئا على المواطن العراقي وأصبحت فشلها، وأنها جزء من الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني الداعم لها. النقطة الثانية هي سعى هذا الاجتماع إلى تثبيت أركان الأحزاب السياسية ومصالحها في والحفاظ على مكتسباتها اللامشروعة التي أخذتها من حق الشعب العراقي. النقطة الثالثة أيضا هي مع بقاء هذه الحكومة وتسيدها إلى الوضع. النقطة الأهم في ذلك أنه لا زالت تعتبر الكثير من المستفيضين والثوار ناس مندسون أو أصحاب شغب، وهذا لا يجوز ولا يمكن له أن يحاكي الصوت الحق الذي خرج خلال هذه ما يقارب الشهرين. وعندما تخاطب أبناء شعبك عليك أن تخاطبهم بصورة يستحقونها من خلال المعاناة والمكابدة التي يعيشونها. لذلك نرى أنه كثير من المقررات التي قررت والحضور الذي حضر رأينا البارحة بس فقط بعد الخروج والتوقيع بخمس دقائق ماذا قالت رد الجماهير ائتلاف النصر وماذا تحدث ائتلاف النصر أنه يكون توقيعه مشروطا. وكذلك اليوم الوطني التكتل الوطنية أنكر أنه وقع، وجبهة الإنقاذ والتنمية أيضا قالت نحن لم نحضر. إذا الموضوع يختلف، نحن سبق وأن جربنا هذه الأحزاب وهذه الحركات السياسية في توقيع عديد من الاتفاقيات والمواثيق وآخرها كان ميثاق الشرف. لم تلتزم هذه الأحزاب وهذه الكتل السياسية كل اتفاقاتها السابقة، إنها تحاول أن تعالج الأمور آنيا وبقرارات تتوقع أنه سيكون لديها أثره على الشارع العراقي. الآن ليس كما كان سابقا، الآن الشعب العراقي أصبح له الإرادة الشعبية وأصبح قوله الحق، وأصبح المنتفضون هم من يقررون سياسة سيد يقررون المستقبل السياسي للحكومة والمستقبل السياسي للعراق.
هم يبحثون عن استقلال سياسي واقتصادي، يبحثون عن 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 خروج. لذلك ثمة من يؤكد، وحتى من داخل ساحة ثورة تشرين، ثمة من يؤكد أن مقررات قوى بيت الحكيم يعني غير قابلة للتطبيق نهائيا، وهي محاولة لكسب الوقت ربما لترحيل الأزمة وليس إنهائها. إن كانوا يفكرون بأن هناك عامل الوقف فالوقف لصالح الثوار، نحن نتكلم عن الثورة العراقية الكبرى، ثورة تشرين المباركة، هؤلاء الثوار والمنتفضون أصبحوا الآن يشكلون جميع قطاعات الشعب العراقي. الآن الالتحام الشعبي نراه مع جميع وآخرها البارحة في العصيان المدني الذي أصبح والاضطراب المدني الكبير الذي تعاطفت معه جميع قطاعات الشعب، نراه أيضا في عيون والطلبة والفتيان في المراحل الدراسية كافة، نراها أيضا في جميع المقطعات التي تتعلق بالمحامين والنقابات المهنية، الفلاحين، العمال. إذا هذه ثورة شعبية عارمة، ثورة تشرين أصبحت هذه الثورة هي تلهم الشعوب الداعية للحق، تلهم الأحرار في العالم، وآخرها كيف كان صداها في داخل الأراضي الإيرانية، وكيف أن الشعوب الإيرانية بدأت تستلهم المعاني الحقيقية والجهادية والكفاحية لأبناء شعبها لتنتفض عن النظام الإيراني، كما هو الآن يحاول أن يعمل بأدواته القمعية وبأسلوبه القمعي وأسلوبه الأمني في محاولته إلى ضرب الانتفاضة أو ضرب الثورة التشرينية المباركة في بغداد وباقي المحافظات. شكرا جزيلا لك الباحث في المركز الأمة للدراسات والتطوير من عمان سيد إياد العنازة.